الداخلية. ناخد دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل. يا دكتور صباح الخير في البداية لحضرتك. اهلا بيك. يعني دايما بتفائل لما بنتكلم ويبقى في ماتش للاهلي في اليوم ده، ده مبدئيا. يعني ان شاء الله خير، ده ماتش مهم. ومنك بقى نتاكد او نطمن زي ما بيتقال كده عن درجات الحراره النهارده، والماتش الساعه 5 برضو عايزين نعرف ان شاء الله درجه الحراره او الطقس بشكل عام هيكون عامل ازاي ده النهارده. وبرضو حابه من حضرتك اعرف، لان حاله الطقس الايام دي مش ثابته، يعني ما تقدرش ان انت تحددها، شويه في حر شويه في برد في نفس الساعه، مش في نفس اليوم ده، في نفس الساعه. فخلينا نعرف من حضرتك، اتفضل. طبعا تقلبات الخريف دايما ما بتشهد زي ما بنقول في طول السنه كلها، ممكن نشهدها في يوم واحد. دي حقيقه. درجه حراره الصبح بدري واحنا خارجين، شويه الشمس تطلع تعمل تسخين ونبقى مش طايقين الهدوم اللي احنا لابسينها. بعد كده تلاقي السحب قفلت وامطار في بعض المناطق، ثم انخفاض درجه حراره مره اخرى في فترات الليل. هي ده فعلا دي سمات فصل الخريف، التقلبات الجويه الحاده والسريعه اللي دايما ما بننوه عنها وبنحذر منها، واللي بتخلينا دايما بنقول متابعه الصفحات صفحه الارصاد الجويه على الفيسبوك مع التحديثات اللي بنشوفها على مدار اليوم، بننوه عنها اول باول طبعا على الصفحه، بالاضافه للتوقعات اللي بنقولها مع بدايه كل يوم الصبح ان شاء الله. طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني درجات الحراره تستمر في هذه المعدلات، حول المعدلات الطبيعيه ما بين 26 و27 درجه على القاهره ومحافظات الوجه البحري. هتبدا الفتره الجايه تقل كميات السحب شويه الايام اللي جايه، وهتبدا تتكون السبوره المائيه في الصباح الباكر بشكل اكثر كثافه شويه من اللي كنا بنشوفه الايام اللي فاتت. فنكون حذرين جدا اثناء الويك اند والانتقال من محافظه الى اخرى الصبح بدري بعد الفجر ولغايه الساعه 7 8 الصبح، بتنخفض مستوى الرؤيه الافقيه نتيجه الرطوبه اللي موجوده ونتيجه الاستقرار اللي هنشوفه خلال الايام اللي جايه، فنكون حذرين لان الرؤيه هتنخفض بشكل ممكن ياثر على حركه السفر، فنكون حذرين شويه، اما نخرج متاخر شويه او القياده بهدوء شديد على الطريق. ده بس حضرتك بتتكلم الرؤيه دي هتكون في الساعات يعني الباكره زي ما بتقال. يعني نسافر مثلا بعد الساعه 7، لو حد مضطر ان هو يسافر مثلا الاسكندريه او لغيره بعد الساعه 7 7 8، بعد 7 8 الصبح تبدا الاجواء تكون تبدا تتكشف شويه او تبدا الرؤيه تتحسن شويه على الطريق. طيب انا عايزه برضو اسال في نقطه، لان الموضوع برضو غريب شويه. يعني مثلا تلاقي ان في فجاه كده يوم اماكن فيها مطر واماكن تانية فيها شمس، فاحنا نبقى مش فاهمين. يعني تلاقي ناس صحابك في التجمع، يا جماعه الدنيا بتمطر عندنا، احنا نبقى في المهندسين الجو حر جدا، تلاقي في زايد مثلا في مع شبوره، يعني وات ايفر. فانا مش فاهمه يعني تقلبات سريعه وفي اماكن محدوده يعني سريعه جدا، فبيبقى صعب طبعا التوقع بيها بشكل دقيق جدا. بس طبعا احنا بنقول الفرص موجوده، احيانا بتكون فرص امطار خفيفه في اماكن، احيانا تشد شويه في اماكن ثانيه، دي نتيجه طبعا الكميات الرطوبه اللي بتتفاوت من منطقه لاخرى وطبقات الجو العليا، ليها عوامل كثيره جدا بتبقى طبعا دقيقه جدا ويعني بتبقى محدوده جدا في اماكن دون الاخرى. فطبعا بيبقى الى حد كبير بنشعر بيها ان اماكن ما فيهاش حاجه خالص، ونبدا نكذب الناس اللي فيها، يقول لك يا عم مطر ايه ما فيش. غريبه جدا يعني، غريبه جدا. يعني فعلا هو ده فصل الخريف، خصوصا النص الاول من فصل الخريف بيبقى كده عاده. على كل حال خليني اختم بتوقعاتك لماتش النهارده يا دكتور. يعني الاهلي الحمد لله فايز والحمد لله روحه المعنويه عاليه جدا، وان شاء الله النهارده الماتش هيبقى لصالح الاهلي باذن الله. باذن الله. انا اقول يعني ان شاء الله نقول مثلا بالمستوى اللي الاهلي فيه انا اتوقع 3-1 بس. خلينا نشوف. باذن الله خير. انا توقعاتي اوقات بتصدق يعني. نشوف لو ممكن 2-0. 2-0 برضه خلاص، هنيجي يوم الاحد نشوف مين كان صح. اشكرك جدا دكتور محمود.